سنتين او 3 سنوات كنت درت شي محاضرات، واحد المحاضرة درت على الصدفية، واحدة درت على حب شباب، واحدة درت على الأمراض المتنقلة جنسيا الجزء الأول والجزء الثاني، واحدة درتها على الأمراض الفطرية. وهاد المحاضرات ولله الحمد كلهم درتهم في اليوتيوب باش المريض ملي تيجي عندي العيادة تيكون الوقت ضيق، لأن المدة ديال الاستشارة تتكون فيها 10 دقائق، إلا كثرات 15 دقيقة ما تيكونش الوقت عنده هو كافي باش يقول كاع الأسئلة اللي عنده من جهته هو، ومن جهتي أنا ما تيكونش عندي الوقت باش نبلغ ليه كاع المعلومات اللي تنبغي نبلغ. ولهذا في نفس التوجه اللي كان عندي السابق ديال دوك المحاضرات، ارتأيت باش ندير محاضرة خاصة بالمرضى اللي تيجيو عندي، وحتى اللي ما تيجيوش عندي، اللي تيجيو عندي بحالكم رانا تنعرفهم، يمكن لهم يوجهوا الأسئلة ديالي مباشرة، الأسئلة ديالهم ليا مباشرة، وحتى المرضى اللي ما تنعرفهمش يمكن لهم ياخذوا معلومات مباشرة من اليوتيوب. شنو الامتياز ديال هاد المحاضرة؟ دابا ملي تنشوفوا في اليوتيوب ولا تنشوفوا القنوات العنكبوتية تلقاو أطباء وعلماء من دول أخرى بثقافة أخرى وبلغة أخرى، يعني بحال بغيتي تقول واحد الشخص تيتفرج في التلفازة لواحد تيتفرج واحد القناة ماشي البلاد ديالو. مثلا نعطيكم مثال، شحال هادي قبل ما كانوش القنوات، كانت على القناة المغربية، كانت على قناة واحدة، كانوا الناس يتفرجوا في قنوات ألمانية إيطاليا، ما غتلبيش لك الحاجيات ديالك. علاش؟ لأنها ثقافة أخرى وموجهة لشعب آخر، فهمتيني؟ ما هزش الهموم ديال المغربي، ما عارفاكش، لهذا ما غتلقاش في هذاك الشيء اللي بغيتي. لان ما تنساوش دابا هناك حرب ديال حضارات وثقافات، كل ثقافه تتبغي تفرض السدات ديالها. مثلا نفرضوا انك قلتي انا لاباس عليا بغيت نشوف طبيب جلد، نشوف طبيب فرنسي او الالماني، ما كاينش مشكل، درتي الفيزا شديتي الطياره مشيتي لالمانيا، ما غيفهمكش واخا عارف المرض ديالك. علاش؟ لا ما عارفش الثقافه ديالك، ما عارفش شنو الافكار اللي تدور على البرص في المحيط ديالك، ما عارفش الادويه اللي عندك، فهمتوني؟ اذا هذه بغيتها هاد المحاضره تكون من مغربي الى مغربي. ولهذا تتلاحظوا بان في جميع دوك المحاضرات اللي درت في يوتيوب ديما تنكتب مثلا حب شباب بالمغرب، داء الصدفيه بالمغرب، الامراض المتنقله جنسيا بالمغرب، ديما العنوان بالمغرب، يعني مصوب من طرف مغربي وموجه اتجاه مغربي. اذا في نفس السياق اليوم قررنا باش نديروا محاضره حول البرص. اولا تعريف بالبرص، البرص هو فقدان الخلايا الملونه ديال الجلد. لما يتسبب في بياض املس الجلد بدون اي طارئ جلدي اخر، يعني بدون اي تلف اخر لمقومات الجلد كالحس او العرق او التقشر او الحكه. البرص كان معروف من شحال هادي من القديم، ولكن كانوا تيخلطوه مع امراض اخرى، كانوا تيخلطوه مع امراض اخرى، كانوا تيخلطوه مع الجدام، كانوا تيخلطوه مع الصدفيه، حتى
العام 1833 فجا واحد الطبيب فرنسي سميتو بيات، هو الاول اللي اعطى التعريف ديال البرص. الا قال لك شي حد عندي واحد البقعه بيضاء وتتاكلني، عرف ماشي برص، ما يمكنش تكون برص. البرص ما تياكلش، ما تعطيش حكا، هذه النقطه الاولى. الا قال لك عندي بقعه بيضاء وتنحس بها مكلخه عليا، شك ماشي برص. البرص ما تيكونش فيه تلف ديال الاحساس. الا كان تلف ديال الاحساس شك في الجدام، هو اللي تيعطي تلف ديال الاحساس. البرص ما تتكون فيه لا حكه لا احساس لا 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 لا, لا فقدان الحساسيه. كذلك العرق تتكون تعرق عادي. الا لاحظتوا بان البلايص اللي فيها البرص مع البلايص اللي عاديين العرق عادي، كما تتعرق ديك البلاصه البيضاء تعرقوا البلايص الاخرين، ماشي كاين شي اختلاف. اذا تيكون فقدان ديال اللون فقط، بدون حكه، بدون تلف ديال الاحساس، بدون تلف ديال العرق. هذه نقط مهمه. بقع بيضاء بدون اي تلف، بدون اي تلف كالحكه مثلا او الاحساس. هذه مسائل مهمه جدا، او الاحساس او العرق. كذلك ما تتكونش القشره. الا قال لك شي حد عندي بقعه بيضاء وتتقشر، ما يمكنش يكون البرص، شك في الصدفيه، سورياسيس. بعد هذا التعريف يعني المختصر على البرص، باش نفهموا المرض مزيان غير لزمنا نعرفكم بالجلد اولا. ملي تنقولوا التعريف ديال الجلد يعني التعريف المجهري، شنو تشوفوا في المجهر. الجلد تتكون من ثلاثة طبقات. كاين واحد الطبقة قاعدية فيها الخلايا القاعدية، وكاين واحد طبقة مالبيفي هي اللي فيها الخلايا، هي اللي تتعطي السمك ديال الجلد. وكاين واحد طبقة منقطة، هادشي تيتشاف في الميكروسكوب. وعاد كاين طبقة قرنية هي الفوقانية. طبقة قرنية، هاد الطبقة القرنية هي اللي تنحيدو ملي تمشيو للحمام. إذا طبقة قرنية، طبقة منقطة، طبقة مال بيفي، طبقة قاعدية هذه هي اللي تتخلي تجدد ديال الخلايا ديال الجلد. هذا الجلد السطحي، هاد الطبقات الجلد السطحي. كاين الجلد المتوسط هو اللي فيه الأوعية الدموية، فيه الأوعية الدموية فيه الأوعية الدموية وفيه الأعصاب. وأخيرا لتحت كاين الطبقة الدهنية ليبوديرم، هذه هي اللي تتحمينا من البرد. لهذا تلاحظوا بان الناس الكبار ملي تيكبروا السمك ديال الجلد تينقص، تيولي يحس بالبرد اكثر من الشباب. تتلقاه في الصيف ولابس جلابه، علاش؟ حيت الطبقه الدهنيه تضعف عند الناس اللي كبار. فين كاين الخلل؟
الخلل كما قلت لكم هاد ثلاثه الطبقات، الطبقه السطحيه، الطبقه المتوسطه هذه، الطبقه الباطنيه. كاين الخلل في واحد الخلايا ملونه تتكون هنا في هاد الطبقه السطحيه. هاد الطبقه، هاد الخلايا الملونه تتشكل تقريبا 10% من المجموع ديال الخلايا، هي اللي تتفرز اللون وتتفرقوا على الخلايا ديال الجسم. وهاد الخلايا الملونه كما قلت لكم 10% هي اللي تتعطي اللون ديال الجسم، هذا تتعطيه لون ابيض، هذا تتعطيه لون اسمر، هذا تتعطيه لون اسود. اذا المشكل ديال البرص وهو التلف ديال هاد الخلايا اللي تتشكل 10%. ملي غتفهموا هاد الميكانيزم غيبان لكم وضوح بوضوح الاصل ديال المرض. هاد الطبقات بثلاثه كلهم عندهم علاقه مع الجهاز العصبي ومع الجهاز المناعي ديال الانسان. لهذا شحال من مره شي واحد تيقول لك انا بداني المرض جاتني واحد الفقصه وما يبانوا فيا هاد البقع. علاش؟ حيت هاد الجسم كله، الطبقات كلها عندها علاقه مع الاعصاب اللي جايه من التحت وطرق الفروع. كذلك الا كنتو تسمعوا به، يعني زرع الخلايا الملونه كنتو تسمعوا بها، تحيدوا واحد الطرف. مثلا انسان عنده برص ما عندوش في الدات ديالو كامله، عنده في بعض المناطق، تحيد واحد العينه من الجلد تتكون سليمه، تيديروها تتكاثر وتعاودوا يزرعوها في البلايص اللي ناقص منها. هاد الخلايا هما اللي تيتكاثروا، هاد الخلايا الملونه كما قلت لكم تيكونوا 10% من مجموع الخلايا. هذا يعني غير باش تفهموا الميكانيزم فاش كاين. ملي تتعرف بان المساله مساله خلايا، تتبدد في الفهم ديالك دوك الافكار الخاطئه. هذا كلا الحوت مع اللبان، هذا خد الحامض مع القرفاء، لا داك الشيء ما عنده حتى شي اصل من الصحه. كما قلت لكم البرص معروف منذ القدم، ولكن كانوا تيديروا خلط ما بين البرص وبعض الامراض اخرى. والبرص مذكور في القران، في القران العظيم الله عز وجل تيتكلم على سيدنا عيسى يبره الاكمه والابرص، هذه جات في القران. انما المفهوم ديالنا ديال دابا ديال البرص ماشي هو ديال شحال هذه. إلا قلبتوا على التفاسير ديال البرص في الترجمات ديال القرآن، كاين اللي يترجمها بالجدام لا ليبر. ولكن يعني الإعجاز اللي كاين في القرآن أنه كتاب تيبقى ديما صالح على مر العصور. يعني احنا اللي تكتشفوا فيه المعجزات ماشي هو اللي تكتشف فينا. هذه نقطة. إذا منذ القديم، ولكن كان الخلط ديالو مع أمراض أخرى. واحد النبدة يعني اجتماعية على نبدة اجتماعية يعني على البرص في المجتمع ديالنا،
في المجتمعات المتخلفة البار، أولا البرص موجود في جميع الأجناس، الأصفر والأسود والأحمر، كل شيء كل شيء الأجناس تتعاني من البرص بنسبة 1 حتى 2%، وراها نسبة كثيرة هذه 1 حتى 2%، يعني إلى 30 مليون عدد سكان المغرب دير 1% حيث جوج صفرات شوف شحال غيبقى، غيبقى لك واحد العدد كبير. إذا معروف في جميع الشعوب وجميع العصور، ولكن المفهوم ديالنا حنا المفهوم الشعبي ديال البرص مختلف على المفهوم الشعبي في الدول المتقدمة. حنا البرص مع الجهل، يعني خلطوه مع بزاف المفاهيم الغالطة 100%. مالو هذا على الجهل البرص كان الحوت والبن، هذا على الجهل البرص كان التوكال، هذا على الجهل البرص إلى آخره، ولا دعوة إلى آخره، تيخلطوا داك الشيء علاش كيلجا. أولا البرص ما عنده حتى شي علاقة مع الماكلة، واحد إلا دار لك السم يقدر يقتلك ولكن ما يخرجش لك البرص، هذه النقطة الأولى. مازال ما عرفوش، مازال ما لقاوش شكون هي الماكلة ولا العشبة اللي تخرج لك البرص مباشرة، كون لقاوها كون يديروا واحد الرحلة معاكسة ويعرفوا العلاج، مازال ما لقاوهاش، ما كاينش شي أكلة تاكلها مخصصة وتخرج لك البرص. وكاين الدجالون كثار، فين ما تيكون الجهل تيكون الدجالون. هذا مالو شنو دار حد على البرص، لا كيما غنوريكم من بعد كاين البرص اللي تيتحد بوحدو، السيكبونتير تيبقى في واحد البلاصه، والبرص اللي تينتشر ولو دير ليه اي ولو يجيه اكبر دجال ما يمكنش يحبسه من غير الادويه اللي غنتكلموا عليها من بعد. اذا ديك القضيه ديال حد ما حد، كاين الانواع اللي تتحد بوحدها. كذلك في دابا في هذه الحضاره ديالنا حضاره التواصل بامتياز، شحال هذه يعني ماشي بعيد غير في السنوات الخمسينات الاربعينات الستينات، باش الخبر انتقل من الرباط الباريس او من الرباط لمراكش خصو 3 سنين ولا 4 سنين، علاش؟ حيت ما كانش التواصل، وبالاحرى باش ينتقل مثلا من باريس لطوكيو او لا من الرباط لنيويورك. دابا ولا الخبر تينتقل بسرعه الضوء، كاين بزاف الاشخاص اللي تيجي عندي عيت تنقول ليه عندك البرص، سمعت واحد السيد قال لك دار ما دار، تنقول ليه هني راسك. الا كان شي حاجه ديال البرص معقوله ومؤكده بالتجارب رانا الاول اللي غنسمعها، علاش؟ لان المختبرات العالميه تيعطيو الملاير باش يديروا البحوث على هذه الامراض. الى تاكد لهم بالدراسات بان هناك، الى تاكدت لشي باحث بان هناك دواء فعال، راه حنا الاول الاطباء حنا الاول اللي غنعرفوه. لهذا تنبغي عند المواطن المغربي تكون عنده واحد المناعه ثقافيه، ماشي اي خبر سمعوا يصدقوا. هذه المناعه الثقافيه كاينه عند الغرب، لان علاش؟ لان عندهم نسبه الاميه قليله، حنا المناعه الثقافيه ناقصه. عندك البرص عندك عند اللي يحدوا لك، عندك البرص ما تاكلش هذه ما تاكلش هذه، عندك البرص راه فلان دار وزار الى اخره وعام والى اخره، ديك المسائل كلها باطل في باطل. هذوك الدجال ما عمر شي واحد جا عندنا، علاش؟ تعرف الا جا عندي غنكركبو مع الباب في الدقيقه الاولى. عند من تيمشي؟ تيمشي عند الناس اللي المستوى ديالهم فكري ناقص، ما عندهمش مناعه ثقافيه. المناعة الثقافية راه بحال المناعة الجسمية، كاين الإنسان اللي صحيح تيجلس مثلا حدا
مجراب ولا شي حاجه عنده المناعه ديالو تيقاوم، كاين الانسان اللي فيه السيده عيد كحب عليه مرض الله غد ليه صباح يكحب. نفس الشيء المناعه الثقافيه، ملي تيكون انسان مثقف ما يمكنش يصدقك باي فكره عطيتيها ليه، وملي تيكون المستوى الثقافي ديالو ضعيف ولا منعدم اي حاجه قلتيها ليه يقول لك واخا. ولهذا مع العولمه اللي كاينه دابا راكم تتلاحظوا في بعض القنوات دواء البرص، شفاء البرص، شفاء السرطان، شفاء. علاش؟ شكون اللي تيستهدفوا؟ تيستهدفوا الناس الجهال. علاش ما يجيش يقولها ليا؟ علاش المختبرات الطبيه تيخلصوا المنين باش يجيو تيقدموا لنا الادويه ديالهم ليل نهار، وتيخلصوا الملايين باش يتكلفوا بينا بالمؤتمرات باش نتعرفوا على الدواء ديالهم. لا علاش؟ حيت عارفين داك الشيء واقف على صح، واقف على تجارب، واقف على تحاليل، واقف على مراقبه. اذا كما قلت لكم كاين القنوات الفضائيه الدجاله، راكم تتشوفوها في نايلسات، في عربسات، علاج السرطان، علاج السحر، علاج الصدفية. شكون تيشوفوا اشنا هي الامراض اللي متكاثرة وتيبغيو شكون الغنيمة ديالهم والهدف ديالهم هما اللي ما عندوش واحد المناعة ثقافية. علاش ما علاش هاد لي لابوراتوار تيخسروا الملايين باش يخلصوا الدليغي ديالهم؟ الدليغي القليل اللي الدليغي ديال المختبرات الصيدليه العالميه القليل فيهم تيتخلص 30000 درهم في الشهر بلا لي زيشونسيون اللي تيعطي، بلا 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 بلا, بلا, بلا النماذج اللي تيعطي الاطباء. عارف ان داك الشيء واقف على الصح وغيرجع لهم الفلوس. لو كان عنده اي شك بان النتيجه ما غتكونش في صالحه ما يخسرش ديك الفلوس كامله باش 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 يخلص على ذلك، يخلص عليه لوطيل ديالو، الطوموبيل ديالو، ليسانس ديالو، والخصه ديالو ديال الشهر باش يعطي يجيب لك واحد النموذج. اذا اللي تنبغي نقول ليكم وعبر هذه المناسبه المستمعين والمشاهدين الكرام اللي غيشوفونا في القنوات العالميه بحال يوتيوب مثلا، تكون عندهم واحد المناعه ثقافيه، ماشي اي واحد جا عندك يقول لك شي حاجه تصدقوا. مع الاسف الدجالون كثار، والدجالون تيقلبوا على الناس اللي ما عندهمش المناعه الثقافيه، بحال كيما الجراثيم تتقلب على الناس اللي ما عندهمش المناعه الجسميه. اذا كما قلت لكم هذا البرص عنده واحد البعد اجتماعي وثقافي. كاين واحد البعد النفسي، هذا البعد النفسي وهو البعد اللي الانسان كلنا بدون استثناء كي تتفيق في الصباح تتقابل مع المرايه، تتشوف الوجه ديالك في المرايه. هذاك الوجه اللي تتشوف في المرايه هو الجسم الحقيقي ديالك، لان المرايه ما يمكنش لا تكذب عليك. إذن هذا الجسم الحقيقي. كاين جانب هذا الجسم الحقيقي كاين الجسم الخيالي. وهو كيفاش يتصور الإنسان نفسه، كيفاش عنده واحد الفكرة على الصورة ديال نفسه في الدماغ ديالو. مع الاسف هذا البرص تيعطي واحد التشوه ديال النظره ديال الانسان للجسم ديالو، وهذه عندها ابعاد وعندها نتائج سلبيه على الشخص. يعني بالنسبه للنساء تتبدا تتبقى تفقد الثقه ديالها في نفسها، كيفاش غندير تغنتزوج، كيفاش غندير تغنخدم، كيفاش غندير تغنحضر الى اخره. ولله الحمد لهذه المشاكل كلها كاين الحلول ديالها. الا ما كناش نعرفوا، الا ما عرفش، الا العلم
الى العلم لحد الساعه ما لقاش واحد العلاج شامل. البراس راه كاين علاجات، كاين علاجات ترميميه، مثلا بنت عندها حضور ولا عندها عرس، عندنا حلول باش داك البراس ما يبانش في داك في ديك المناسبه باش ما تقطعش ليها على النفسيه ديالها. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ولله الحمد البراس مرض جلدي فقط في اغلب الاحيان، يعني ما عندوش اثار على الباطن ديال الجسم ديال الانسان. يمكن ليه يخدم، يمكن ليه يقرا، يمكن ليه يتالق. راكم تتعرفوا شخصيات، بلا ما نهضر لكم على الشخصيات العالميه، على الشخصيات المغربيه ديالنا حنا، بلقاس، دريس البصري كاع في الاوج ديال القمه ديالو، بزاف بزاف عدد منهم ما منعهمش داك البارص باش يعيشوا حياتهم وباش يخدموا وباش يفرضوا الوجود ديالهم. كاين واحد الدراسه وبائيه ديال البارص، دراسه وبائيه ديال البارص. علاش نديروا الدراسات الوبائيه؟ الدراسات الوبائيه تتمكن العلماء باش يعرفوا اشنو السبب ديال المرض. وهاد الدراسات الوبائيه ماشي غير في البراس، تدار في جميع الامراض كلها. وشكون اللي تيمولوا هاد الدراسات الوبائيه اللي تتقام بمبالغ طائله؟ تيمولوها المختبرات باش يشوفوا اشنو الاسباب، في امل باش يوجدوا علاج. الملاحظ في الدراسه الوبائيه ان لاحظوا بان البراس يصيب ثلاثه المرات النساء اكثر من الرجال. هذه النقطه الاولى. علاش؟ لان الاختلالات المناعيه عند النساء اكثر من الرجال. كذلك كاين واحد جوج الفئات عمريه، واحد جوج المقاطع ديال الفئات عمريه اللي تيصيبها البرص. كاين الفئه ما بين الاطفال ما بين 5 سنوات حتى 12 سنه، وكاين البالغين ما بين 30 سنه حتى 40 سنه ديال البدايه ديال البرص. كذلك لاحظوا بان بعض المرات، ماشي ديما، بعض المرات تيكون عنده علاقه مع لا بولاد، تيسميوها بالدارجه التونيه. شحال من مره لا بولاد او لا تيتسمى بالعربيه القرع. بعض المرات لاحظوا بانه تيكون عنده علاقه مع واحد لا تيرويديد شي موط، واحد المرات تيجي لها الغده الدرقيه، التهاب الغده الدرقيه. هذه اللي عندنا في المقدمه ديال الحنجره. وهذه الغده الدرقيه معروفه بان عندها علاقه مع يعني جهاز المناعه وجهاز الدماغ. شحال من واحد تيقول لك انا جاتني فقصه، وفعلا تيقول عن صح، ماشي تيقول لك جاتني فقصه وجاتني هنا وخرج لي المرض. فعلا بالفعل. علاش؟ لان دوك الخلايا المولونه عندها ارتباط مع الجهاز العصبي. هذه يعني دراسه وبائيه مبسطه، تيجي تقريبا الواحد حتى الجوج في المئة ديال الساكنه، وراه عدد كبير. هذا واحد ما يبانش لكم صغير، واحد ولا جوج في المئة. يعني باش تعرف شحال العدد، عدد السكان المغرب شحال؟ 30 مليون. 30 ولا 3 10 على بويسون 6 قسمها على 100 غتخرج لك 3 10 على بويسون 4. ها؟ يعني من 30000 حتى 60000.
راه عدد كبير. داكشي علاش دابا الا لاحظتوا دوك الدجالون تيشوفوا اشنا هي الامراض اللي كثيره، ما تيبغوش يغامروا مع الامراض القليله. الا لاحظتوا في القنوات الفضائيه ديال الدجل، راه كاين القنوات الفضائيه ديال الدجل. علاش؟ لان النازا ما تيهمش المصالح، تيهم الفلوس. خاسره مثلا في واحد القمر خاسره فيه 5 مليار ديال الدولار، خاصها تجيب داك الفلوس باي ثمن، ما يهمش المحتوى ديال داكشي اللي غتقول. داكشي سوقك انت، نجح لك ولا ما نجحش لك سوقك، هي مخلصها هي ودوز لك اللي بغيتي. داكشي علاش بعض الدجالون تيشوفوا الامراض اللي كثيره. الا شفتوا بعض القنوات الباطله في ديك لابوند اللي تتكون لتحت، علاج السرطان، علاج البرص، علاج القرع، علاج تساقط الشعر، اشنو تيسيبلو المسائل اللي كثيره. علاش؟ باش الزبائن يكون عندهم كثار، ما تيقولش لك شي مرض قليل، ما تيقولش لك لانفوم مثلا ولا شي، تيقول لك شي حاجه اللي معروف باش الاستقطاب يكون كثير، باش وملي تتمشي عنده تيبدا يعني ياكل لك رزقك وانت تتشوف. نعم بزاف، وبدون اي غارونتي. دابا الطبيب دابا مع دابا هاد الموجات ديال الوعي اللي تنامي، تنشوفوا شحال من الطبيب دعاه المريض ديالو، دار لي عمليه، كانت عندي عير هادي، صدقت عندي عير هادي، دار لي عمليه هادي ما نجحاتش، كلا لي فلوسي، ندعيه. ولكن نادر ما تشوف شي واحد تيدعي مشعويد ولا دجال. صافي مشيتي منك راسك، منك الزنقه، حتى واحد ما غيعترف بك، وحتى واحد ما غيسمع لك، وحتى وكيل الملك ما غيعطيكش وقت. اما الى دارها طبيب عنده فاش يشد، عنده ان اوردر دو ميدسان، عنده ان نيميرو، عنده اون باتونت، عنده اون ادريس. اذا واحد الدراسه سريريه، يعني باش نحيدوا هذا البرص عن باقي الامراض. البرص يكون بقع ملساء عديمه اللون، كما قلت لكم جسم ديال الانسان دوك الخلايا الملونه اللي قلت لكم تيشكلوا 10%، هذوك هما اللي تيعطي اللون ديال البشره ديال الجلد. ملي تيموتوا دوك الخلايا صافي تينضطر اللون ديال الجلد. اذا تتكون بقع ملساء عديمه اللون غير مقشره. الا كان القشور يقول لك راه تتقشر، عرف راه ماشي برص، راه شي حاجه اخرى. غير مقشره وذو حساسيه عاديه. الا قال لك هذه البلاصه عندي بيضه ومكلخه عليا، قول لي راه ماشي برص هذاك. ذو حساسيه عاديه خاليه من نتوءات، ما كاينش تيكون لابو ملس. كاينه واحد الظاهره اللي تتكون في البرص، وهي ما يسمى بظاهره كوبنر. هادي تنحكروا عليها بزاف، يعني البلاصه اللي تتحك تيخرج فيها الصمطه. البزيم ديال الصباط اللي تيتحك معاه، البلايص اللي تتحك او اللي تتجرح تينوض فيها. هادي تسمى ظاهره كوبنر، هادي معروفه في البرص. ولهذا اول حاجه تنصحوا الناس المصابين بالبراص، ديما الحوايج يكونوا واسعين، ما يكونوش مولو، السوال يكون واسع، القميجه تكون واسعه، ما يكونش الاحتكاك. وكاين بعض المناطق اللي تتصاب بالبراص اكثر من مناطق اخرى، كما قلت لكم مناطق ديال الاحتكاك اليدين.
الصمتة معاهنا، المناطق اللي دايرة بالنتوءات، المحيط ديال العين، المحيط ديال الفم، الجهاز التناسلي، المخرج، هادو مناطق كتير ما تيبدا فيها عاد تينتقل لمناطق اخرى. ولهذا ابسط نصيحه اللي توجهها لواحد مصاب بالبرص، مسحوا وجهه يكونوا واسعين. هذه ابسط نصيحه. كاين الانواع ديال البرص، البرص ما كاينش غير نوع واحد. كاين الاشكال ديال البرص، من غير الشكل اللي قلت لكم تيكون، يعني تتكون منطقه بيضاء بحال الفرماج، كاين واحد الشكل تيكون البرص تيتسمى البرص الخافت. تتكون اللون ما تيكونش ماشي كله، تتكون عي بلاصه تتبان خافته على بلاصه اخرى، ما تتكونش كامله بيضاء. كاين البرص الشامل ولله الحمد مزيان، هذا يعني في شهر ولا شهرين تيعم على الجسم كامل، ترتاحوا تيولي اللون موحد. ولكن مع الاسف بعض المرات في دوك البلايص البويض عاوتاني تيعاود يبان البقع ملونه، تيوقع المشاكل. فهذا البرص الشامل او اللي قرب يكون شامل، المهمه ديال الطبيب تتولي عكسيه، ما تنبقوش نعالجوا المرض، تنوليو نعالجوا البقع السليمه، خصنا نحيدوا لها اللون ديالها باش اللون يولي موحد. كاين واحد النوع مهم يتعرف، البرص المقطعي الثابت. الثابت تيتسمى بالفرنسيه الفيتيليغو سيغمونتير. هذا هو اللي تيقول لك مشيت عند السيد وحد لي عليه، ما حد لك ما مد لك. المرض ديالك هو تحد راسه، الطبيعه ديالو تحد راسه. هذه مهمة، الهدف ديال هاد المحاضرات باش يكون واحد الوعي ثقافي. إلى جا ليكم، نفرض أنه جا في بلاصتي أنا، جا أمريكاني غيتكلم لكم على البرص، غيتكلم لكم ولكن ما عارفش الجوهر ديال المشاكل ديالكم، ما غيتكلمش لكم احسن مغربي عايش المجتمع ديالكم وعارف شنو المشاكل اللي كاينه. هذاك الامريكاني اللي غيجي غيتكلم بالثقافه الامريكيه ديالو، كيفاش الامريكان تيتعايشوا مع البرص، ما عارفش شنو اللي تيجرى هنا عندنا في المغرب، ما عارفش الدجالون، ما عارفش السادات، ما عارفش هذا بشي حد، ما عارفش الى اخره. تتغيب عليه بزاف المعطيات اللي مع الاسف متفشي عندنا في المجتمع ديالنا. علاش؟ حيت ما كايناش واحد ما يسمى المناعه الثقافيه. هاد الحلايقيه اللي تيكونوا في الهديم وداكشي، شكون اللي تيتجمع عليهم؟ تجمع عليهم الناس اللي المستوى ديالو ضعيف، اي حاجه قلتيها ليه تيق. لو كان ميقن بان داك الدواء اللي تيروج ليه صحيح، يعطيوه الشركات العالميه الملاير، يعطيوه ما يغنيه، ما بقيش تشوفو في الهديه، بغا تولي تشوفو بالروس رويس تيتسرى لك في محمد الخامس. إذن هذا البرص المقطعي الثابت، نوع من البرص تيخرج في منطقة معينة وتيبقى في منطقة معينة، ما تيزيد ما تنقص، تيبقى
حتى تيتوفى الشخص عادي، تيبقى معاه طول الحياة ديالو. هذا النوع الثالث. كاين واحد النوع الرابع، البرص مع الاختلالات الغددية، النوع الرابع. كما قلت لكم قبيلة، بعض المرات تكون السبب تتكون الغدة الدرقية، تكون التهاب في الغدة الدرقية تعطي البرص. وهذا مهم، ملي تتكون العلاج ديال الغدة الدرقية تيمكن البرص يوقف. كاين المختبرات العالمية، الهم ديالهم مع دابا العولمة بحال التجار الكبار، الهم ديالو يعني الا قلتي ليه ما غيقولاش لك، ولا سولتي ما غيقولاش لك، ولكن حنا اللي عندنا ارتباط معهم عارفين اشنو الهدف ديالهم. علاش يوظفوا الملايين والملاير ديال الدولارات؟ علاش تيوظف مليون ديال الدولار في امل باش يدخل 4 مليار؟ تيوظفها في البحوث، تيوظفها في الدراسات، ماشي لوجه الله. هما متيامنوش بالاغلبيه ديالهم ملاحده دي بزنس، تيوظف باش يرجع. علاش الاغلبيه ديال هاد الادويه الجديده تتكون غاليه؟ حيت عندهم واحد لاكواسيون تتسمى ان افيام. عندهم هاد لاكواسيون تتسمى ان افيام، ان سور ديس ياك، و نف سور ديس. مثلا مول 10 البحوث، في دوك 10 البحوث 9 البحوث غيخسروا، وحده اللي غتنجح، وخص ديك اللي غتنجح تخلص على كاع داكشي اللي خسروا. داكشي علاش ادويه جديده تتلقاوها غاليه، راه ماشي غاليه من نفسها، غاليه من البحوث اللي سبقتها. علاش؟ داكشي سو دو بيزنس، راه داكشي دو مارشي. هاد العالم الشركات العالميه بحال كما تسمعوا فايزر مثلا امريكيه، او لجيسكا البريطانيه الى اخره، دو بزنس. خسر مليون دولار عارف راسو غيرجع 10 المليون ديال الدولار، ما تيخسرهاش لوجه الله، ما تيامنوش هما بالله، تيامنوا بالماني. لهذا كما قلت لكم تيخسروا الفلوس باش يرجعوا ليه الفلوس. هاد النظرية المناعية، هاد النظريات ديال يعني ديال باش يعرفوا السبب من اش يجي البراس، أول نظرية اللي وصلوا لها هي النظرية المناعية. هاد النظرية المناعية لقاو بأن السبب في التلف ديال دوك الخلايا الملونة ديال الجلد، هناك دي زونتيكور تيفرزهم الشخص وتيمشيو تيحطمو دوك الخلايا. هذه هي النظرية المناعية. كاين النظرية العصبية، وهذا الشيء راه مؤكد بدراسات، ماشي هضره في السماء، يعني ما يسمحش لنا الوقت وما يسمحش لنا الاطار باش نخوضوا في العمق. النظريات العصبيه، شحال من واحد تيقول لك انا بجاني تقلقت وجاتني واحد الشيء تنغص في قلبي ويخرج لي هاد ليطاش. ما تنساوش بان ما بين السطح ديال الجلد والدماغ كاين علاقه وطيده جدا جدا،
علاقة آنية في كل لحظة. كاين النظرية الثالثة، نظرية الكالسيوم. وما يسمى بالعربية الكالسيوم، وهو واحد المادة معدنية كاينة في الشرايين ديالنا، وكاينة حتى في الليكيد لنفاتيك، داك السائل اللي ما بين الخلايا. تيوقع واحد الاضطراب في واحد لي بومب اكاسيوم. الخلية هي هادي، كاين فيها دي بومب بحال القنوات، تيدخل الكالسيوم تيعاود يخرج. لقاو واحد الخلل في هاد لي بومب اكاسيوم. ملي تيعرفوا السبب، هذيك مقدمة باش يعرفوا العلاج. كاين واحد الدراسات مجهرية، كما قلت لكم في الغالب ديال الأحيان تقريبا أكثر من 99% ما تحتاجوش باش ناخذوا عينات جلدية، ما تناخذوش ديال بيوبسي، ما يسمى بيوبسي بحال في الأمراض الأخرى. هذه ما تحتاجوش ليها عند المرضى، العينات ما يسمى العينات الجلدية ما تحتاجوش ليها في البراز، لان في الغالب الاحيان ما تكونش ضروريه، ما تنديروها الا لشكينا ما كاش عندنا تشخيص سريري ميقن واش براس ولا ماشي براس. عاد ديك الساعه تنحتاجو باش نديرو ناخذ العينات بيوبسي. الا خدينا بيوبسي شنو غنلقاو؟ غنلقاو دوك الخلايا الملونه، الميلانوسيت ما يسمى الخلايا الملونة. راه هي اللي قلت لكم تقريبا 10% ديال هادو تيتلفوا. هادو هما السبب ديال السبب المجهري ديال البرص. ولكن اشنو السبب اللي من موراه؟ هنا فين باقي الباب مفتوح. كاين المحاولات العلاجية. ملي تنقولوا محاولات علاجية راه ماشي هو العلاج. مثلا العلاج ديال تعفن جلدي، تعطوا انتيبيوتيك مضاد حيوي 10 ايام تتنتهى القصة. هذاك تنسميوه علاج. علاش؟ لان انتهت القصه. هنا ما تنتكلموش على علاج، تنتكلموا على محاولات علاجيه. علاش؟ لان العلاج 100% مازال ما كاينش. وهذه نقطه مهمه خص تكون في البال ديال المريض. شي مريض تيدخل عندك، انا سمعت هذا تيحد عليه، سمعت هذا دار عليه، سمعت هذا دار عشبة الريعان، عشبه، تنقول ليه اسمع، الا كان شي دواء فعال رانا الاول اللي غنعرفو. علاش؟ انا الاول اللي غنقيدو، وغنقيدو بالثمن ديالو. كما قلت لكم قبيله، المختبرات تيوظفوا الملاير باش يتوصلوا شي علاج. العلاجات اللي كاينه دابا محاولات علاجيه. أول دواء من ضمن المحاولات العلاجية هما المرهمات الكورتيزونية. هذا الكورتيزون
تيزونية بحال ديبرولان، بحال سكينوزاليك، بحال كلينيدار، بحال لوكابراد، بحال لوكاتوب إلى آخره، سلسلة طويلة. مهم مهم يعني المهم يكون المريض عارف شنو هو المشروع ديال العلاج باش ما يوقعش لي واحد الانتكاسه. كاين هناك ما يسمى لي مالاد نوماد، هذه نقطه مهمه. لي نوماد تعرفوا الرحال شحال هادي، تيجي يجلس في مكناس واحد السيمانه، يهز القيطون ديالو يمشي لوزان واحد السيمانه، من بعد وزان يطلع لطنجه واحد السيمانه. كذلك الرحال، كذلك حتى كاين المرضى الرحال لي نوماد. يشوف الطبيب الفلاني، يشوف الطبيب الفلاني، لا قالوا لي كاين شي طبيب في الرباط، يمشي عند الطبيب اللي في الرباط، ما دار ليه والو، قالوا لي كاين شي طبيب في مراكش، ويبقى يدور 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 يدور. هادو هما الرحل. هادو تي بحال قلتي تي تيبحث على السراب، تيجي عند الطبيب الاول. مثلا نعطيكم عين مثال، الاول قيد لي كلينيدارم، طق ما دارت لي والو. شوف الطبيب ديال خنيفره، مشي الطبيب ديال خنيفره قيد لي لوكاتوب، نفس المراهم كورتيزون عيب بسميه اخرى، ما دارت لي والو. قالوا لي كاين شي طبيب في انزكان، يشد التران لانزكان، تيبقى يدور راه غير نفس. يعني ملي تيجي عندنا تيجيب لك واحد الملف، ها الطب اللي مشيت عنده. يعني حنا تنكون فواحد الموقف يعني حرج، يعني بحال تيتسنى واحد عيسى بن مريم يتبعت من القبر باش يمسح عليه باش يبرى. لهذا الصراحة مزيانة أولا باش المريض يرتاح، باش ما يبقاش يبحث على السراب. كاين محاولة علاجية، ما كاينش علاج، هذه النقطة الأولى. من بعد المرهمات الكورتيزونية كاين المحبطات المناعية لي زيمينو سوبريسور، هاد لي زيمينو سوبريسور اللي معروف بزاف هو التاكروليموس، واحد الدواء سميتو بروتوبيك، راه قريب يدخل المغرب. كاين الناس اللي تيجيبوه من الشمال، من طنجان. هذا الفائده ديالو على المراهمات الكورتيزونيه، ما تيرققش الطبقه ديال الجلد، وما تيعطيش تعفنات، ماشي بحال المراهمات الكورتيزونيه. كاين من بعد هاد لي زيمينو سوبريسور كاين العلاج بالاشعه الاصطناعيه. أو ما يسمى لا بيفا ثيرابي. لا بيفا ثيرابي، تيجي الشخص تنعطيه واحد الدواء، مثلا مع جامعة تسعود تنعطيه تسعود، يشرب الدواء مع تسعود، مع العشرة تندخلو لواحد لاكابين، ديك لاكابين فيها بولات بحال البولات ديال النيو، دوك البولات الطوالات، جميع الجواه تيدير واحد الواقع على عينه باش ما يضروش الاشعه في عينه، تيدير واحد الواقع على الجهاز التناسلي ديالو، وتيجلس تريقلو لاباراي شحال من ياخذ من جول، وتيجلس واحد المده مثلا ديال 20 دقيقه ولا 30 دقيقه تريقلو شحال ديال الاشعه قايم تسجل ديالو. هادي مزيانه ولكن مع الاسف ما موجوداش في جميع البلايص. بحال هنا في مكناس كاين اباراي وحده في لوبيتال مينيتير، وخصك تمشي ليها ثلاثه المرات في السيمانه، كتكون مكلفه.
وما يمكنش تستافد منها المرأة الحامل، لأن داك الدواء اللي تيتخاد تيكون مسرطن. أشنو تنديرو حنا؟ تنديرو العلاج بالأشعة الطبيعية، هو النقطة الخامسة، العلاج بالأشعة الطبيعية. العلاج بالأشعة الطبيعية تياخد ميلادينين الكينات مع الثمانية مع التسعود، التسعود وقسمين تتعرض للشمس. إنما فاش كاين المشكل؟ كاين المشكل في المجتمع ديالنا. يشوفوا شي واحد طلع عريان للسطح، هذا حماق هذا. هنا فاش كاين المشكل؟ وبالنساء كذلك ما كاينش كيفاش دير. إذن العلاج بالأشعة الطبيعية، كاين واحد الحل سادس وهو زرع الخلايا، زرع الخلايا الملونة، زرع الخلايا الملونة. تياخذوا واحد العينة من الجلد اللي غير مصاب، تيديروه في واحد الميليو دو كولتور، واحد باش يتكاثر. من بعد تياخذوا دوك الخلايا تيزرعوها في البلايص اللي بيضاء. هادي قليل اللي تيديرها، اللي تنعرف انا كاين استاذه وحده في الرباط اللي تديرها. ولكن كما بغيت نقول لكم، ما خصش الواحد يكون يعني يجري وراء المجهول. ماشي غنقول لك غدير زرع الخلايا الملونه غتبرى 100%، راه حنا غير حلول ترقيعيه، محاوله علاج ماشي علاج. وحتى في دوك البلاصه دوك اللي تنزرعوا فيها الخلايا الملونه وتترجع عاديه، يمكن عاوتاني عاود يرجع يبان فيها البرص. المستقبل فاش كاين؟ دابا الشركات العالميه فاش يوظفوا الفلوس ديالهم؟ كما تتعرفوا الشركات العالميه الاغلبيه ديال الرؤساء ديالها وظف مليون دولار، خصو داك المليون دولار خصو يجيب ليه عشرات المليون دولار. ما تيوظفوش في مكان، والله تيتسمى بروجي دانفيستيسمون. تيوظفوا دابا في البيوثيرابي، وما يسمى العلاجات البيولوجية، العلاجات البيولوجية. هاد العلاجات البيولوجية تيوقفوا داك يعني هاد كما قلت لكم دوك الخلايا، التدهور ديال الخلايا الملونة تيوقفوا على الحد ديالها، أو لا يرجع داك مثلا خلايا ملونة، مضادات، موت الخلايا، تقلبوهما السيكل، ترجعوا بالعكس. وللأسف كما قلت لكم قبيلة، هاد الشركات العالمية إلى بالك من برا داكشي زوين، يعني تيديروا استثمارات في حاجة مزيانة في مرض، ولكن مع الأسف تيبقى الهاجس ديال الربح هو الأول. ماني كما تيسميوه هما، ماني راه ما يوظفش لك في شي مرض قليل، ما يوظفش لك شي مرض اللي تيتصاب بها السكان ديال موزمبيق ولا ديال انغولا. تيوظف لك في المرض اللي عارف راسو
عارف غيكون العائد ومعذورين لانه هذوك فلوسهم بحال التاجر. واش التاجر غيجيب لك شي سلعه اللي ما مطلوباش؟ غيجيب لك السلعه اللي مطلوبه، الا جاب شي سلعه ما مطلوباش غتحلي في عنقه. كذلك هما هذا هو التفكير ديالهم ومن حقهم. ولكن هذه المساله تنقولها لكم باش تكونوا عارفين شنو كاين، باش تكونوا عارف الواقع. هاد لي بيوثيرابي دابا بانت في امراض اخرى بحال الصدفيه مثلا، ولكن الثمن ديالها، الثمن ديالها فاحش. نعطيكم عين مثال، ستيلارا ولا لي بيوثيرابي راه الثمن ديال 15 مليون سنتيم 30 مليون سنتيم، راه شي حاجه اللي يعني قاهرة، ولكن تلقاو مالها. ومن حقهم لان تيقول لك انا هذاك الدول اللي جبتو لك انا هذاك الدواء بان لك انت عير هذاك راه حطيت فيه مليار دولار، ومن حقه. وظف تيهمو الربح وما تيهموش الاجر. هذا هو المستقبل كما قلت لكم البيوثيرابي. وكاين مازال هناك مجهودات يعني كبيره امام العلم المعاصر للحصول على علاج نهائي، مازال باقي البحوث متواصله. كاين واحد الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك تداووا فان الذي خلق الداء خلق الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الأمنية ديالي اللي من هاد المحاضرة يعني يتخلق واحد جمعية ديال المصابين بداء البرص، جمعية مغربية على برا موجود، جمعية مغربية للدفاع عن الأمراض المرضى المصابين بالبرص، الدفاع عنهم امام الاوساط الطبيه، باش حنا نديروا باش حتى الاطباء ديالنا يديروا بحوث، والدفاع ديالهم والدفاع عليهم امام الممثلين ديال الشركات ديال الادويه. ماشي انا تنتسناك 10 سنين نهار تجيب لي الدواء تقول لي هاد الدواء 20 مليون يعني يعني غير ما درتي لي حتى شي حاجه. كذلك تشجيع البحث الوطني، هذا هي يعني الأمنية ديالنا من هاد تخلق واحد جمعية. وهاد الجمعية ما كاينش اللي يمكن يخلقها من غير المرضى أنفسهم، هم اللي خلقوها. يعني الدافع على المريض أمام المختبرات العالمية، وتشجع البحث العلمي الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يعني أعطيتكم عير رؤوس الأقلام. اللي بغيت دابا بغيت واحد فيكم يقول لنا التجربة ديالو، يعني كيفاش هو تيعيش، كيفاش يعيش البرص، أو لا عنده شي سؤال يعني يطرحوا ونحاولوا نجاوبوا هذا السؤال اللي غيطرحوا، راه ما غيطرحوش عليه هو، راه غيطرحوا نيابه على الالاف اللي غيشوفوه في يعني في الشبكات العنكبوتيه. نعم تفضلوا. اللي تيلوي لها المرضى ديالو، انا اليوم حسيت بان الطبيب ماشي تيحاول يقلب كما قال في التدخل ديالو محاوله العلاج ديال هذا الداء، وانما المواكبه والمصاحبه والتحسيس ونشر الوعي بهذا المرض هذا اللي تيصب كما قال الدكتور 1-2% من الساكنه ديال المغرب. انا تنحييه تحيه خالصه وتنشكره. التجربه ديالي انا اول مره فاش ولجت العياده في قاعه الانتظار تال الانتباه ديالي بان الدكتور عنده محاضرات مسجله في اليوتيوب، ومن بعد ما غادرت العياده التحقت بالمحل ديالي وطالعت على دوك الفيديوهات كاملين،
للاسف هو ان من بعد الفيديوهات ديالو اللي هما كانت محاضرات قيمه وفيها شروحات جميع الامراض اللي كانت ديال تخص بالجلد، لقيت مباشره المشعوذين وداك التجال، حيت كنت هما مسجلين فيديوهات تقول لك هذا الطبيب ديال قلعه السراغنه، هذا تيدير هذا الشيء، وتيجيبوا حالات تيقول لك ما قبلك هذه الحاله كيفاش كانت هنا، وهي الحاله كتسمع، وتجيب واحد الادويه واحد واحد سميتو الادويه على شكل سميتو سائل، تيقول له شرب هذه لمده 15 عام ولا 15 عام، هذه دهن بها داك الشيء، وهذاك كما قال الدكتور دابا تشكر على المحاضره هذه القيمه، لانها تتوعي المرضى وتحسهم بان هذا المرض واخا يقدر يتعايشوا معاه، واخا هو زعما مثلا ماشي ما كاينش العلاج ديالو النهائي، ولكن الانسان اذا كان واعي وعنده المناعه وكانت تكملت عنده واحد المناعه يقدر يتعايش به ويمكن يبرا. انا بالتجربه ديالي كانت عندي شي بقعه بسيطه، ولكن الحمد لله تنقول تنظن اني شفيت وشكرا. شكرا. اما فيما يخص الجمعيه، انا عندي اقتراح في الجمعيه ديال الناس اللي مصابين بهذا الداء البرص، هو ان تنطلب تنتمس من الدكتور يتصل بجميع الدكاتره اللي مختصين في هذا الاتصال بيناتهم، وهما يشرفوا على التاسيس، ان كل دكتور عنده المريض ديالو يحاول بهذا اللقاء هذا، كل دكتور يجمع المرضى ديالو ويحاول يديروا جمع عام ويؤسسوا هذيك الجمعيه ان شاء الله، وغادي يكون المستقبل ديال العام. شكرا. الجمع العام المرضى اللي غيديروا ماشي الاطباء. ما ولكن حنا تنعرفوا يمكن الذي هو الحصه اعترفنا بالتعاون ولكن ما عرفش المرضى الاخرين تتعالجوا عند اطباء اخرين باش نديروا الصيغه من هاد المحاضره اللي غتكون في اليوتيوب. نعم. منها من تماك عن طريق التعرف على المرضى الاخرين. وهاد الجمعيه راه كاين في على برا، كاين في فرنسا، كاين في الاسبان، كاين في ايطاليا، كاين، ولكن حنا بغينا جمعيه مغربيه. تنجبد الشكر مره اخرى للدكتور، لانه اول مره تلقى دكتور ماشي كي تيحاول تيجيب العلاج للمرضى يساعدهم، وانما تيوعيهم وتتابعهم متابعه. شكرا. الحمد لله والعفو ولله الحمد. اذا الجمعيه المرضى هما اللي يديروها، ما تعولوش على شي حد يدير. يمكن لكم الضغطوا على السلطه باش مثلا تدخل هذا الدواء ولا تدخل ذاك الدواء، يمكن لكم تشجعوا البحوث، يمكن لكم تدخلوا حتى على مستوى وزاره الصحه باش تدخل الادويه اللي ما كاينينش هنا، تيكون عندكم واحد بحال قلتي سلطه خامسه. كما قلت لنا هذا الداء ديال البرص في المجتمع ديالنا عنده واحد النظره دونيه، والناس تيخشاو باش يقول لك انا يعترف ولا يامن بانه مرض بالداء. هذه الجمعيه اللي كان في المستقبل كانت قدر الله باش تكون، علاش ما يكونش سميتو كاع داخلين في جميع امراض الجلديه، تكون جمعيه خاصه بجميع باش يكون الكتله كبيره تكون كبيره ويكون ويدمجوا هاد الناس اللي داخلين في جميع الامراض. ولكن بغيت ان يكون اسوا بالمجهودات اللي دارت على برا. نعم. مرضى البرص هما الناس اللي عايشين المرض. نعم. وهما الناس اللي موتيفي. نعم. هما الناس اللي عندهم واحد الدافع باش يخدموا باش ينقبوا باش هما اللي عايشين المرض عن عمق. معنيين بالدرجه الاولى بحال جمعيه ديال السيده، بحال ديال السكري، بحال جمعيه كاين جمعيه ديال السكري. كاين جمعيه ديال امراض العيون، كاين ديال القلب والشرايين، ديال القلب والشرايين، القلب والشرايين بن سيدي. وهذه الجمعيه كذلك تتهم حتى كشي دواء ودخل المغرب تضغط على وزاره الصحه باش يكون الثمن ديالو كتساهم حتى هي. لان شنو الهدف ديالها؟ الهدف ديالها هو مصلحه المرضى بالدرجه الاولى، هذا هو الهدف ديال كل جمعيه. الصحه ديالها هي اللي صار على هذا المجال. نعم، هذا هو الهدف ديالها. كاين دكتور واحد الفكره تيقول بان الحنان عنده واحد التاثير على هذا سميتو العلاج ديال هذا. سمعت الحنه ملونه، تتلون بحال مثلا كان في الشعر تتلون
تتلون الشعر باش ما تيبقاش يبان داك الشعر الابيض على الشعر ما مع ما بعيده هي ما عندها حتى شي علاقه مع ما عندها حتى شي علاقه مع العلاج يعني ملونه بحال كاموفلور راه كاين ما كاينش على الحنه كاين ادويه طبيه تشبه الحنه كوفر مارك كوفر مارك هادي تيديروها النساء وتيديروها حتى الرجال لا عنده شي حضور مهم ولا شي حاجه تيديرها بحال كاموف بحال ماكياج ما تيبقاش يبان داكشي تيمشي عادي ما تتبان حتى حاجه ولكن عم بعد تيغسلو تيزول داكشي غير يعني حلول ترقيعيه كاين شي سؤال كاين شي مداخله انا بغيتكم تقولوا لي كيفاش تتعيشوا نتوما المرض يعني في الحياه ديالكم في الحياه ديالكم اليوميه لان الطبيب واخا يعرف ما غيعرفش بحال الانسان اللي عايش اللي عايشه النفسيه ديالو الداخليه ديالو لان في الكليه ديال الطب راه ما تيقريوش الاطباء تيقريوه المرض هالعلامات ديالو ها التشخيص ديالو ها التحليلات اللي تلزم ها العلاج ما تيقولوش ليه شنو هو البعد النفسي ما تيقولوش للطبيب شنو هو الحياه اللي عايشها المعاناه اللي عايشها وهادي ما يمكنش يقولوها ليه لان هذيك المعاناه ما تيعرفها الا الله عز وجل والمريض وبالله التوفيق اذا نتمنى لكم التوفيق وانتم تتمثلوا الشعب المغربي تتمثلوه في يعني في يعني في المعيشة وفي الخواطر وفي يعني وفي الآمال ديال هذا العدد الكبير ديال المرضى اللي غيشوفونا عبر الشبكة العنكبوتية وبالله التوفيق تبارك الله عليكم.